حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نخصصها اليوم عن الكتاب والمثقفون في زمن الحرب. انعكست الحرب وتداعياتها على كل شيء في اليمن، الكتاب ليسوا استثناء لانهم مواطنون ابتداء تنسحب عليهم المعاناه بكل تفاصيلها الحياتية والمعيشية بل والنفسية، ومن الطبيعي أن تتأثر كتاباتهم بأجواء الانقلاب وتداعياته التي استجلبت على الشعب كوارث لا تزال تتوالى تباعا ولا يعلم أحد متى أو كيف ستنتهي. أدت الحرب بالضرورة إلى فرز عام على مستوى المجتمع، ووجد الكتاب والمثقفون والإعلاميون أنفسهم مدعوين أو ملزمين للانحياز لخياراتهم وقناعاتهم الشخصية، وأحيانا الاستجابة للشعور العام المحيط بهم سلبا أو إيجابيا. تجلى ذلك في إنتاج المثقفين كتابا كانوا أو إعلاميين أو شعراء أو حتى رسامين. كيف أثرت الحرب وتبعاتها على مواقف الكتاب والمثقفين، وإلى أي مدى تأثرت أعمالهم بالمناخ السياسي العام، وما هي الصورة العامة للمشهد الثقافي والأدبي في ظل الظروف الراهنة؟ في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من هولندا الكاتبة سبا حمزة، ومن القاهرة رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين مبارك سالمين، ومن عدن أستاذ الأدب العربي الدكتور أحمد الهمداني، ومن ذمار الأستاذ عبد الحوري مدير عام مكتبة البردوني. قبل النقاش فاصل قصير. في البداية أبدأ مع الأستاذة سبا حمزة. مساء الخير أستاذة سبا. مساء النور يا بشير. مساء النور كل أهلا بك أستاذة سبا. في البداية كيف كل الضيوف اللي معنا؟ نعم. طيب أستاذة سبا، في البداية كيف انعكست حالة الحرب والأزمة في اليمن على الكتاب والمثقفين اليمنيين؟ هي انعكست على حياة الجميع، لكن يرى أنها انعكست بشكل إيجابي على حياة الكتاب والمثقفين. هناك ولادة يعني كبيرة للكتاب والمثقفين، لا أستطيع أن أقول المثقفين لأن الناس كلهم مثقفين، لكن لرسامين، مؤلفي رواية، كتاب على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وغيره. هؤلاء ولدوا من عمق معاناة الحرب. الحرب يعني أثرت فينا جميعا، وكانت النتيجة التي أراها الآن من إبداع يعني لم نراه لطيلة سنوات، بالرغم من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي كنا نقول ربما قلة القراءة هي التي أخرت يعني هذا في اليمن، لكن المعاناة دائما ينبثق منها المبدعين. نعم. طيب أستاذة سبا، أنت ككاتبة كيف انعكست الحرب على كتاباتك؟ ربما كنت في الماضي تكتبين ربما يعني قصص أدبية، تكتبي حكاية، تكتبي كتابات ربما تتعلق بعيدا عن المآسي والأحزان. منذ الحرب هل تأثر قلمك بهذه الأزمة وبدأت تنجري إلى مكان ربما لا تحبينه أنت؟ أعتقد أنه نعم، الإجابة أكيد نعم. كنا نكتب، شخصيا كنت اكتب فيما قبل عن الحاله الاجتماعيه، يعني دائما اركز على الحاله الاجتماعيه، على ظروف المراه في المجتمع، على العنف الاسري ضد الطفل، على امور مشابهه يعني. لكن بعد الحرب كل ما تحاول تكتب شيء تجد انه الظروف التي نعيشها تجبرنا ان نتحدث عن الحرب، ان نتحدث عن الماساه التي حاصلت ايام الحرب، مع انه الوضع الشارع اليمني قبل وبعد الحرب كلها مأساة، يعني لم يعش الشارع اليمني حياة الرفاهية لكي نقارن بشكل كبير، لكن الحرب أكيد أنها زادت المعاناة، زادت أوضاع الناس بؤس، والكثير من الناس وصلت حالتهم إلى حالة اليأس
التي نجدها منعكسة في كتاباتهم. نعم. بالنسبة إذا عدنا إلى الكتاب والمترجمين سواء في اليمن أو غير اليمن، غالبا ما يتم ظلم الكاتب أو ظلم المثقف وضعه في مكان معين أو في إطار معين، يعني الكاتب كان مشهور وذا كان عنده طباعات كثيرة إذا هو كاتب، مع أن الكاتب لن يمتهن مهنة الكتاب سواء حالي. نعم. طيب أستاذة سبا، نعم وسائل التواصل، من يكتب وسائل التواصل؟ نعم. طيب ابقي معي أستاذة سبا، نشرك معنا في الحديث الدكتور مبارك سالمين، رئيس الاتحاد، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين من القاهرة. دكتور مبارك مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك دكتور. في البداية، كيف تأثر الخطاب الثقافي والأدبي بالأجواء السياسية والأزمة التي تمر بها اليمن؟ حقيقة يعني الحرب أدخلت اليمن في مرحلة لا معيارية، مرحلة غابت فيها مقاييس المعيش الاعتيادي للإنسان. الأمر لا يرتبط بالخطاب وحده فقط، لقد ارتبكت قواعد الحياة، قواعد المعيش. لم يعد الإنسان بصورة عامة في اليمن قادرا على كسب قوت يومه. أما بالنسبة للمثقفين والأدباء فبالتأكيد طغى السياسي والعسكري على كل ما هو ثقافي في الحياة، وتراجع دور المؤسسات الثقافية والمسرح والطباعة والنشر. نحن مثلا في اتحاد الأدباء منذ انقلاب ميليشيات الحوثي لم نستلم فلسا واحدا لدعم نشاطنا الثقافي في إطار اتحاد الأدباء بفروعه في محافظات شتى من البلاد. لم نتمكن حقيقة من فك الحصار عن المنتوج الأدبي الذي صور وحلل وناقش الحرب، سواء من الروايات أو من الكتب الفكرية أو الدواوين الشعرية. أصبح الاتحاد مغلولا ومقيدا ومهمشا، لأنه لم يتمكن من تسيير أو تشغيل فروعه كما كانت قبل الحرب متوحدة وكانت أيضا نشطة. الحرب أثرت على الجميع، غير أن تأثيرها على المثقف والأديب كان أكثر فداحة. نعم. طيب دكتور مبارك، اليوم يعني عدد كبير من المثقفين والأدراء هم يعيشون خارج البلاد. نعم. طيب دكتور دكتور مبارك، نعم دكتور مبارك، ولو قطعت حديثك الآن، أنت يعني من خلال متابعتك للكتاب والمثقفين، هل تعتقد بأنهم في خضم الأزمة، هل يحملون يعني هم هذا الشعب وهذه الحرب ويحاولون عبر أقلامهم وكتاباتهم أن يعكسوا واقع اليمن، أم ربما البعض يعيش خارج هذا الإطار وخارج هذه يعني الباقة التي يعيشها اليمنيون في هذه الظرف؟ بالعكس، المثقفون بصورة عامة كثيروا الارتباط بمجتمعهم، وهم يكتبون في وسائل التواصل المختلفة، بل يؤلفون الكتب، بل يقدمون الحلول والمقترحات للمساهمة في إنهاء هذه الحرب البشعة، الحرب التي أحرقت الأخضر واليابس. ونحن نحاول أيضا من خلال تواجدنا في بعض المحافل العربية أن نعرض قضية السلام الذي نتمناه لوطننا، غير أن نعم قواعد الحرب، قواعد الحرب قد أضرت بكل أشكال الحياة الطبيعية. نعم. اليوم يحاول المثقفون في ميدان المسرح، كما سمعت أن هناك مهرجان وطني للمسرح
ونحن ايضا في اتحاد الادباء قدمنا مشروعا لوزاره الثقافه حول حضرموت عاصمه الشعر العربي. كل هذه الفعاليات تصب في محاوله منا لاشاعه اجواء السلام والاستقرار في ربوع بلادنا. نعم. طيب، هناك قوى ظالمه وتعبت بمصير ومستقبل هذه البلاد. نعم. هناك تهميش مقصود للمثقفين وللادباء. من قبل من دكتور مبارك؟ من قبل من هذا التهميش؟ من قبل السلطات المتعاقبه على اليمن. هذه السلطات همشت المثقفين وابعدتهم، حتى في مساحه الحوار الوطني كان نصيب اتحاد الادباء الذي يعد حاملا رئيسيا من حوامل القضيه الوطنيه، كان نصيبه مقعدين فقط. نعم. ضمن لجان الحوار المختلفه والمتعدده المشارب نعم. هذا ليس الا شكلا من اشكال التهميش. هل الاشكاليه دكتور مبارك، هل الاشكاليه بالكتاب والمثقفين بعدم توحيد يعني كلمتهم او رايهم في يعني وجهه واحده ويكون لهم صوت واحد؟ بمعنى اخر مثلا معظم الكتاب والمثقفين ربما كلا انحاز على يعني ما يريد ان يؤيد فيه، سواء كانت احزاب او جماعات او ما شابه ذلك، وهنا كان سبب يعني تشتت عدم وجود حامل كبير لكم ككتاب ومثقفين يجمعكم ويكون لكم صوت مسموع، سواء في مؤتمر الحوار الوطني اللي مضى او في اي حوارات يعني ترسم مستقبل البلد. ليسوا مفككين الادباء، انا اتكلم عن الادباء تحديدا، ربما هم الفئه الوحيده التي لا زالت في اطار هذا التضارب والتفكك والتشظي المجتمعي العام. لا زال ادباء اليمن تحت مظله اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين. نعم. على الرغم من ان ظروفهم واحوال معيشتهم احيانا تضطرهم للانضواء تحت لواء مؤسسه او حزب او جماعه او حتى طائفه. لكن ربما اتحاد الادباء هو الاتحاد الوحيد ضمن المؤسسات الوطنيه الذي لا يزال قائما وقادرا على العطاء. نعم. في نفس الوقت نحن ايضا يعني لا يمكن ان نحجر على الادباء ونمنعهم من ان يتبنوا وجهات نظر سياسيه، فهذا امر اظنه طبيعي. نعم. لكننا كادباء ما زلنا نضع القضيه الوطنيه في الصداره، وما زلنا نحاول ان نفهم بوسائل مختلفه. نعم. في ميدان المجال من اجل احلال السلم والامان في ربوع بلادنا. نعم. دكتور مبارك، سؤال اخير اودعك فيه، يعني في ظل الحرب والازمه هل لا زال الكتاب اليمنيون يصدرون كتبا، يعني لديهم انشطه ثقافيه وادبيه كبيره، ام اختفت مع الازمه والحرب والتشرد؟ طبعا هناك فروع تسعى لتحقيق بعض الحضور الثقافي، وبالذات فرع صنعاء ومنتدى القصة في صنعاء، وهو أيضا منبثق، يعني هو هيئة مستقلة ولكنه من حيث عضويته منبثق من أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. هناك أيضا فرع عدن يحاول أن يحقق بعضا من الحضور الثقافي. لكن بالتأكيد طبعا نحن في ميدان الطباعة والنشر لم نتمكن حقيقة من إنجاز شيء يذكر. هناك بعض الوعود لدعمنا في مجال فك الحصار عن الأدب اليمني، ولكنها كما تبدأ لي الأمر وعودا عرقوبية. لا أريد أن أذكر دول بعينها، لكنها وزارة الثقافة. دكتور مبارك، وزارة الثقافة علاقتكم بها ودعمهم لكم كيف؟ أعلنت عن مشروع طباعة 100 كتاب، وحاولنا أن نستحوذ على 20 عنوانا منه، لكن للأسف المشروع بعد أن طبع 10 كتب فقط من 100 توقف. نعم. وما زلنا نعمل يعني أن يحركه مجلس الوزراء ويغطي نفقاته المالية. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور مبارك سالمين، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، كنت معنا من القاهرة. وأعود إلى هولندا مع الكاتبة الأستاذة سبا حمزة. أستاذة سبا، لا شك يعني الكثير يقول بأن الظروف
يعني يتأثر بها الكتاب المثقفين وربما يكتبون غير قناعتهم، هل يعني هذا العنصر أثر بشكل كبير على يعني نسبة كبيرة في الكتاب والمثقفين وغير في آرائهم، أم هو محدود في فئة معينة فقط؟ لا أستطيع أن أعطيك إحصائية مثلا، لكن هناك الكثير من الكتاب، أو دعني أقول هناك بعض الكتاب يتبعون إيديولوجيا معينة أو أجندة معينة، ممكن تتغير كتاباته مع تغير الأوضاع أو مع تغير الأقوى في الساحة، لكن هناك كتاب آخرين يعني يعتبرهم البعض محايدين أو صامتين، هم ضد الحرب أيا كانت، وهناك كتاب يكتبون بشكل صريح وواضح عن آرائهم، وقد تتغير هذه الآراء بعيدا عن أي أجندات، يعني هو أي إنسان بتتطور آراءه وأفكاره مع الأيام وبتتغير قناعاته لسبب أو لآخر، فلا نستطيع أن نقول أنه كل المثقفين يتبعون أجندات معينة أو كل المثقفين لا يتبعون أيديولوجيا معينة، لكل شخص فكرته الخاصة التي يتبناها ويتبعها ويدافع عنها. أكيد الحرب أكثرت في ناس كثير، يعني في ناس مثلا في أول الحرب أو بالأصح في أول الأيام الضربات الجوية من السعود الإمارات، كانوا مع هذه الهجمات، كانوا يؤيدوها وكانوا يروا أن هذا الحرب هي الحل الوحيد، أو أنها ستنتهر اليمن أو ربما سينتهي الحوثي للأبد، والآن تغيرت قناعاتهم. هناك من تغيرت قناعاتهم لأسباب سياسية أو أنه يتبع أجندة جديدة، وهناك من تغيرت قناعاته أنه يعني نعم لا ينطبق على الواقع. نعم، أكثر الكتاب والمثقفين يعني صوتهم مسموع من هم؟ يعني من يعني يتخذون الخط ربما الحياد، من ينحازون للقضية الوطنية، من يعني تحركهم أحزابهم السياسية أو الانتماءات التي يتجهون إليها والتيارات؟ أوكي، مثل ما قلت لك في البداية أنه الكتاب أو الكاتب المثقف مثل ما عرف أنطوني جرامشي أنه هناك المثقف التقليدي والمثقف العضوي. المثقف التقليدي هو الذي يمتلك الكثير من المعرفة لكنه ينظر إلى هذا، كتعريف جرامشي أنه ينظر إلى المجتمع من برجه العاجي، لكن أنا أرى أنه هناك مثقف تقليدي أولئك الحاصلين على درجات الدكتوراه وما إلى ذلك، وهناك المثقف التقليدي النرجسي الذي ينظر للناس من برجه العاجي لكنه لا ينخرط في قضاياهم، ولا يعني حتى لو نظر إلى قضاياهم ينظر إليها من برجه العاجي، هو يناقشها ويطرحها بناء على أفكاره الخاصة. لكن هناك المثقف العضوي، هذا هو الذي ينخرط في المجتمع، يكتب عن معاناة المجتمع، يحاول أن يبني أفكارها الخاصة بناء على معرفتها السابقة. هؤلاء المثقفين العضويين ربما يكون مثقف شعبوي، ممكن يكون مثقف أكاديمي، ممكن يكون مثقف مبدع، هم هؤلاء الذين ينخرطوا في المجتمع. ستجد بعض المثقفين الشعبويين لهم قاعدة كبيرة في المجتمع، هؤلاء يؤثروا في المجتمع لأنهم أو بآخر يحاولوا أن يغيروا من قناعات أو أنهم يبنوا قاعدة جديدة لهذا المجتمع، معرفية ويعني بالنسبة للسياسة الحاصلة. وهناك مثقف يحاول أن ينشر المعرفة، هناك مثقف يحاول أن ينشر إبداعاته الخاصة. هؤلاء من يرتبطون بالشارع، من يرتبطون بمعاني المجتمع، أعتقد أنهم الأقرب للشارع. طبعا أن يحمل المثقف مسؤولية نشر الوعي أو صناعة الوعي في المجتمع، خصوصا عندنا في المجتمع اليمني، حتى المثقف التقليدي اللي هو الحاصل على درجات الدكتوراه مثلا تعاني من مشكلة التعليم، احنا عندنا التعليم الأساسي، التعليم الجامعي وما إلى ذلك وما بعد ذلك. نعم. لا يعرف المعرفة التي يتلقاها في الغرب. نعم. فصعب إنه المثقف نحمل كل هذا المسؤولية، ما زال الشارع اليمني بحاجة إلى وعي أكبر. لكن المثقف أكيد إنه من واجبه أن يساعد أن يكون أمين في نشر أفكاره.
نعم لا يتبع ايديولوجيا معينه ولاني نعم طيب ابقي معي أستاذة سباء، سنذهب الآن والمشاهدين الكرام لمتابعة هذا الاستطلاع الميداني عن معاناة الكتاب والمثقفين. أخذنا عينة في محافظة مأرب، نتابعها ومن ثم نكمل النقاش. الكتاب في اليمن لتأثر كبير بالحرب التي حدثت، حيث سحقت فرصهم الطبيعية في ممارسة هواياتهم أو عملهم الرسمي ككتاب يمنيين. أيضا تعاطيهم مع الوضع السياسي في البلد كان مشتت بين الانتماء للدولة والانتماء للظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها، حيث اضطر الكثير منهم إلى ترك الكتابة التي لم تعد تدر دخلا على أحد والانتقال للعمل في أي مجالات عمل أخرى للحصول على لقمة العيش. طبعا هناك قسمين من الكتاب، القسم الأول هو الذي تخندق داخل حزبه وطائفته وممكن داخل جماعة، هذا الشخص الذي باع موقفه لجماعة محددة. وهناك كتاب غالبا هم المغمورين، يعني والذي دفنوا بسبب أنهم أصروا على أن يظهروا الحق بكتاباتهم. وطبعا الكتابة تعتبر وسيلة لإظهار الحقيقة، وكما قال الفيلسوف الألماني نيتشه: إذا لم يكن الكاتب مظهر للحقيقة كاملة فلا يعتبر كاتبا، إنما أفاكا مزورا. هنا نستطيع أن نقول أن الهدف الأول من الكتابة هو إظهار الحقيقة، تعتبر يعني يعتبر هم ومسؤولية ورسالة على الكتاب. طبعا نحن في ظل الظروف، الحرب والظروف الكارثية المعيشية الكارثية التي يعيشها المواطن اليمني، هذا انعكس سلبا وانعكس بشكل مهول على شريحة الصحفيين والكتاب اليمنيين. تجد شريحة الصحفيين هي مستهدفة تحت سيطرة الميليشيات بشكل مباشر وأصبحت ملاعقة ومعظمها في السجون، وإما جزء آخر تماهى مع مشروع الانقلاب وبدأ، وليس تماهيا بمعنى التماهي وإنما تحول إلى شريحة أو أبواق في ظل الانقلاب. أيضا على مستوى اليمن ككل تجد أن الصحفيين ذهبوا ما بين، هناك أكثر من اتجاهات، اتجاه مع الدولة وهو يصارع وما زال يعاني بالأجل قيم المواطنة وقيم الدولة وقيم الديمقراطية ووجود الدولة بشكل عام، وشريحة ما زالت هناك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا كانت هذه آراء من محافظة مأرب حول معاناة الكتاب والمثقفين، واسمحوا لي أن نشرك معنا في الحديث من عدن أستاذ الأدب العربي في جامعة عدن الدكتور أحمد الهمداني. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور، كيف هو حال الكتاب والمثقفين في الداخل؟ ربما الكثير ممن استطاعوا مغادرة البلاد ويعيشون ظروف الاغتراب والتشريد وما شابه ذلك ربما تدبروا أمورهم، لكن عندما نتحدث عن الكتاب والمثقفين في الداخل في ظل الظروف الصعبة وأيضا عدم وجود رواتب وفي مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الممارسات القمعية التي يعني تمارس ضدهم وضد ما يقولون، كيف هو حالكم في الداخل؟ والله يعني احنا لسنا بأحسن حال من الذين في الخارج. نعم. الوضع الثقافي والحركة الأدبية اليمنية في عموم الوطن أنا أعتقد أنها تحتاج إلى اهتمام كبير من قبل الحكومة، وأيضا تحتاج إلى دعم وتفعيل هذه الحركة المستمرة في بلادنا. في الحقيقة يعني هناك ركود على مستوى طبع الكتاب، هناك ركود ايضا على مستوى وصول الكتاب الى عدن والمجله، يعني نحن الان تقريبا 4 سنوات لم نعد نقرا شيئا جديدا بسبب عدم وصول المراجع المطلوبه للمثقفين الى المدينه. لكن مع هذا يجب ان نقول ان اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في عدن في الحقيقة يقوم بدور جيد وفعال ويحاول أن يخرج من عنق الزجاجة، ولهذا أنا من هذا المنبر أحيي الأدباء في عدن والمثقفين. أيضا لا تنسى أن الأدباء والكتاب حاولوا أن يصنعوا جروبات، يعني
عندك وأندية، نادي السرد، نادي الشعر، نادي الأدب. وفي هذه الأندية يحاول الزملاء من الشباب أن يستعيدوا الوضع الطبيعي للحركة الأدبية والثقافية في اليمن. هناك تقام بعض الأمسيات، تقام بعض الأندية، تقام في بعض الأندية تقام الأمسيات، تقام أيضا الحركة الثقافية نفسها، وتضع بعض القضايا لمحاولة معالجة الإشكالات القائمة في يومنا هذا. لابد من الاهتمام بالأدباء. نعم. الأدباء الآن بسبب الحرب والمعاناة، الكثير منهم أمراض، الكثير منهم حالتهم النفسية سيئة، الكثير منهم يعانون معاناة حقيقية. أنت انظر فقط الشاعر محمد القعود، الأديب والناقد، وهو موجود في مدينة صنعاء، الزميل هذا يعلن أنه يبيع مكتبته من شان الفلوس، من أجل أنه ما يستلمش راتب لفترة طويلة. يعني هذا شيء مؤسف جدا، أن يصل الأدب أو الأديب في بلادنا إلى أنه يبيع أو يبيع مكتبته الخاصة. نعم. طيب دكتور أحمد. نعم. أيوة. دكتور أحمد، الآن لا شك أنت تعلم أنه ربما عندما تمر البلدان في أزمات وحروب يقود الكتاب والمثقفون حركات تنويرية لتصحيح الأخطاء، لإعادة يعني صناعة وعي المجتمع الذي يتأثر بظروف الحرب وما مرت به. هل الكتاب والمثقفون اليمنيون يعني يساهمون بصورة مباشرة في هذا العمل التنويري في ظل هذه الأزمة والحرب؟ في الحقيقة أنا أستطيع أن أقول أنهم يساهمون كثيرا في هذا العمل التنويري، ولكنه محدود. أن الجائع لا يستطيع أن يخلق، لا يستطيع أن يبدع، لا يستطيع أن يقدم ما يمكن تقديمه من أجل نهضة الحركة الأدبية والثقافية في بلادنا. ومع هذا أنا قلت أنه هناك في إضاءات، في بصيص، في حركة يحاول الشباب ويحاول الأدباء ويحاول الكتاب أن يجددوا تاريخ أسلافهم. نعم. لكن يظل إشكالية السياسي والثقافي. نعم. السياسي بيده الجيش، بيده القوة، بيده المال، بيده السجن، بيده، والثقافي محروم من كل شيء. ولهذا إمكانية التغيير بسيطة، إمكانية التغيير ليست بذات فعالية. نعم. في الوقت الحاضر. نعم. وأنت تعرف أن الانتليجنسية أكثر الفئات الاجتماعية تركن إلى نفسها في كثير من الأحيان. نعم. طيب دكتور أحمد، ابقى معي، أعود لي الأستاذة سبا حمزة. أستاذة سبا، الكثير ربما من الكتاب يعني منهم في الداخل ويمرون بظروف صعبة يحسدونكم أيضا أنكم أو يغبطونكم على الأقل أنكم حصلتم فرصة الخروج وتعيشون في ظروف على الأقل آمنة يعني متوفر لكم أدنى يعني مقومات الحياة التي يعني تحفظ الإنسان كرامته، لكن نجد أيضا أن الكثير من هؤلاء الكتاب والمثقفين خارج اليمن ربما لم يعطوا اليمن ذلك الأهمية والقدر الكبير، وهم متحررون يعني لا تمارس عليهم ضغوط، لا يوجد هناك من يعتقلهم أو يهددهم أو ما شابه ذلك. لماذا برأيك؟ لا أستطيع أن أجيبك، ولكن أولا بالنسبة للكتاب الموجودين في اليمن، تحية لكل الصحفيين الموجودين، الكتاب والصحفيين وكل من مارس عليهم سواء الحوثي أو غيره، الموجودين في السجون، المبدعين الذين توفاهم الموت أو انتقلوا إلى رحمة الله بطريقة أو أخرى عبر التعذيب و نعم. تسمعني بشير؟ أسمعك واضح، تفضلي. نعم. أوكي. فنعم، هؤلاء منهم في الداخل يعني نعم
ربما يحسدون من هم في الخارج. نعم، ليس فقط المثقفين والأدباء هم من سيحسدون من في الخارج، أعتقد أنه كل من في الداخل يغبط أو يحسد أو بشكل أو بآخر من خرج ومن لم يعاني من ويلات الحرب في الداخل. نعم. في المقابل أولئك الذين خرجوا من تحت لهم الفرصة للذهاب سواء إلى أوروبا إلى أمريكا أو أي إلى أي بلاد أخرى، أعتقد أن من واجب كل فرد فينا أن يحاول أو على الأقل أن يبني من نفسه، إن لم يستطع الآن أن يصنع شيء، أن يصنع تغيير، أن يبني من نفسه لمستقبل اليمن. هناك البعض من خرج ويعتقد أنه خلاص أنا هنا سأبدأ حياتي الشخصية، لا نستطيع أن نلومهم لأن ما عانى منها اليمني في ما قبل الحرب وبعد الحرب يجعل الإنسان يريد أن ينظر إلى نفسه من أول وجود، أن يبدأ الحياة التي لم يعيشها من قبل. لكن أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن أقل ما يمكن أن نقدمه لليمن هو أولاً الكتابة الآن، لأن لا توجد ضغوط على الكثير، مع أنه لا نستطيع نقول أنه لا توجد ضغوط لأن ما زال الأهالي موجودين في اليمن، ما زال الأصدقاء الجميع موجودين، لكن من لم يستطع أن يقدم الآن على الأقل الكلمة أن يبني من نفسه حتى إذا عد في أي وقت، وأتمنى أن يكون في الوقت القريب يكون قادرين على تقديم الأفضل. نعم. طبعاً بالنسبة للمدعين والمثقفين الآن الموجودين في اليمن، هناك فئة كثير كانت مثلاً صامتة أو لم تتحدث أو لم يكتبوا، لكنهم مع ذلك يعملوا بصمت. نستطيع الآن أن أذكر لك مثال في عدن مثلاً، صناعة السينما على يد المخرج عمرو جمال. نعم. وما لم يكتب عمرو جمال في وسائل التواصل أو لم نعم من قبل، لكنه صنع الآن أول فيلم تجاري من معاناة اليمنيين ويخاطب اليمنيين. أعتقد أنه الدعم الفني أو الدعم المالي وكل ما يحتاجه لصناعة الفيلم كانت المعونة ضئيلة، لكنه بإيمانه أنه قادر يصنع شيء لليمن وزملائه طاقم الفيلم صنعوا هذا الفيلم الجميل. نعم. سواء كنت في الداخل أو في الخارج ما دمت مؤمن بالقضية قادر على إحداث تغيير، لكن إن لم تؤمن بالقضية فلن تحدث أي تغيير في الداخل أو في الخارج. نعم. طيب ابقى معي أستاذ السباب وأيضا الدكتور أحمد الهمداني، سنذهب الآن نعم أستاذ السباب ابقي معي، سنذهب الآن لمتابعة هذا المقطع الشعري لإحدى قصائد الشاعر الكبير البردوني، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. الغزو من الداخل فظيع جهل ما يجري وأفضع من أن تدري، وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري، فقد يبدون تبغا فقد يأتون تبغا في سجائر لونها يغري، وفي صدقات وحشي يؤنسن وجهه الصخر، وفي أهداب أنثى فقد يأتون تبغا في سجائر لونها يغري، وفي صدقات وحشي يؤنسن وجهه الصخر، وفي أهداب أنثى في مناديل الهوى القهري، وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري. وفي أهداب أنثى في منادي للهوى القهري، وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري، وفي أقراص منع الحمل في إنبوبة الحبر، وفي حرية الغثيان في عبثية العمر، وفي عود احتلال الأمس في تشكيله العصري، وفي قنينة الوسكي
وفي قارورة العطر ويستخفون في جلدي وينسلون من شعري وفوق وجوههم وجهي وتحت خيولهم ظهري غزاة اليوم كالطاعون يخفى وهو يستشري غزاة اليوم كالطاعون يخفى وهو يستشري يوشي الحاض يحجر مولد الآتي يوشي الحاضر المزن. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن كان هذا مقطع من قصيدة الغزو من الداخل لشاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني رحمه الله. وأعود إلى عدن مع الدكتور أحمد الهمداني. دكتور أحمد، عودة أخيرة، كلمتك أنت يعني سواء للجهات الرسمية سواء لمن يعني يهمهم أمر الكتاب والمثقفين، ما الذي يمكن أن تقولونه لهم؟ في الحقيقة يمكن أن نقول الشيء الكثير. نعم. يمكن أن نقول الشيء الكثير، وأهم ما يمكن قوله أن على مؤسسات الدولة الرسمية التي تعنى بالأدب والثقافة والإعلام والمسرح عليها أن تهتم وتقدم ما يمكن تقديمه في إطار واسع للأدباء والمثقفين، أن تكون هناك شكل من أشكال الرعاية والحماية، أن تكون هناك شكل من أشكال تقدير هؤلاء الأدباء. نحن الآن لنا عدة سنوات ما سمعنا بصدور قرار جمهوري أو وزاري أو من رئيس الوزراء في مثلا في إعطاء وسام الآداب والفنون فترة من قبل الحرب. نحن بحاجة إلى تكريمهم، نحن بحاجة إلى مدهم بالمال المطلوب والمعقول، وعلى هذه المؤسسات أن تتحمل بصدق وأمانة موضوع نشر الكتاب اليمني. بدون نشر الكتاب اليمني لا يمكن أن تحقق حركة أدبية واسعة، ولا يمكن أن تحقق نهضة فكرية حديثة، ولا يمكن أن تبرز معالم الحركة الثقافية التي أنجبها والتي أثراها والتي خلفها الرواد، سواء الرواد من الرعيل الأول أو الرعيل الثاني أو الرعيل الثالث، ومن الكتاب الحاليين الموجودين على قيد الحياة أطال الله بأعمارهم. نعم، أشكرك أستاذ الأدب العربي بجامعة عدن الدكتور أحمد الهمداني، كنت معنا من عدن. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد، ونشرك معنا في الحديث من ذمار الأستاذ عبد الحوري مدير مكتبة البردوني. أستاذ عبد، مساك الله بالخير وسعيدين بسماع صوتك. مساكم الله بالخير والعافية، ونحن أسعد كذلك. تحياتي لك ولكل العاملين في قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ. في البداية إذا تحدثنا عن ظروفك أنت وأيضا ظروف الكتاب اليمنيين في ذمار وفي صنعاء وفي معظم المحافظات اليمنية، كيف يمكن لك أن توصف لنا حالة الكتاب المثقفين في ظل الحرب والأزمة؟ طبعا في ظل ما هو حاصل في البلاد أثر بشكل كبير على نفسيات المجتمع بشكل عام والمثقف بشكل خاص، لأن المثقف طبعا هو أكثر الناس إحساسا ومعاناة وشكاء يعني بهموم البلاد وهموم الوطن. الوضع يعني أصبح مؤرق ومزعج لكل الأدباء والمفكرين في البلاد، يعني لأن دوره أصبح نعم لم يتم السماح له بعمل قراءة للواقع ووضع رؤية للمستقبل. يعني السياسي أخذ يعني الأدوار كلها، ما ترك لنا شيء. صحيح صحيح أستاذ عبدو. طيب يعني لو تحدثنا عن يعني أهم المطالب التي ربما تتمنوا أنتم ككتاب ومثقفين أن تحصلوا عليها على الأقل في هذه الظروف.
لما مطلب وحيد يعني تقريبا من السلطه انها تصيح السمع للمثقفيها، يعني انها تعير اذنيها للادباء والمثقفين والكتاب والمفكرين على اساس انها تسمع رايهم فيما يحصل الان. يعني لان رؤيه المثقف ضروريه هي للسياسي، فاذا تم يعني اذا غاب المثقف غاب العقل، يعني السلطة العاقلة هي التي تسمع يعني المتكهديها أو الزبائر المبكرية. فإحنا نتمنى أن تتلاشى هذه الضبابية، وأن يتم يعني يتم التقرب من الزبائر المتكهدين، يتم الاستماع لهم لآرائهم وأفكارهم. يعني احنا طبعا نعيش وضع يعني اصبحنا نريد ان نشارك في الحياه السياسيه، لا نريد ان نكون بعيدين جدا عنهم، نريد ان نقرب، يعني نريد ان نتكارب على اساس ما يعني نخلق وضع يعني متوازن، نعيد الحياه الى 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 طبيعتها الجميله والرائعه. يعني الشعب اليمني شعب جميل ورائع، شعب صحيح. يعني يستمع ويقدر المثقفين ويقدر الأدباء وسيكون جميلا، يعني لو أعطينا المثقف يعني يتسلم وظيفته الأساسية. يعني هي هذه من وظائفه الأساسية، أنه يعني عملية يعني تطلع يعني التعبير عن تطلعات ومستقبلات مستقبل وحياة الأمة. طيب أستاذ عبدو، سؤال أخير فقط، وكنت أتمنى أن أعطيه وقت أكثر لكن ضيق الوقت، انتهى البرنامج، لكن كلمة أخيرة، يعني أمنية لك أنت ككاتب وكمثقف، وأيضا أمنيات من هم بحالتك في اليمن في الداخل ويعيشون هذه الظروف الصعبة، ما هي؟ والله الأمنية الأكثر يعني اللي احنا نتمناها يعني كلها، يعني نتمناها كلنا، كل الأدباء المتكلمين في اليمن، كل أدباء العالم في الوطن العربي والعالم بشكل عام، نحن نتمنى أن تتفق الأطراف المتصارعة على السلطة والثروة، يتم الاتفاق، يعني يتم التنازل عن بعض الأشياء من أجل الوطن، من أجل الإنسان. يعني نحن نتمنى أن نتخلص اليمن من أزماته، وأن يستعيد المثقف ريادته في التغيير، يعني أن يقود الشعب. يعني نحن نريد أن نتخلص من القوى الفاسدة والمستبدة والسلطة والمال وأشياء كثيرة. يعني إحنا لا نريد أن نلغي أحد ولا نريد أن نكفي أحد، نريد أن نهذب بس طموحات. يعني نعيد النظر في أشياء كثيرة جدا، نعيد الحسابات، نعيد المراجعات. يعني ما هو يعني كل الأطراف السياسية جربت يعني وحاولت أن تفرض مشروعها الخاص، ولكنها فشلت هذا المشاريع كلها. نحن نريد أن نبدأ بداية جديدة، لا أحد يستطيع أن يلغي الآخر ولا أحد يستطيع أن يعني أن يتخلص من الآخر. نحن يعني نريد أن نخلق نوع من التعايش بين القوى السياسية بحيث يعود، نتمنى أن تصل رسائلكم أستاذ عبد، يعود خيرها للوطن، يعود خيرها. نحن نعيش في عصر الانفتاح، يجب أن يكون النظام السياسي منفتح على كل العالم. أشكرك أستاذ عبد الحودي، ونتمنى أن تصل رسالتك ويسمعها الجميع. مدير عام مكتبة البردونية الأستاذ عبد الحودي، كنت معنا من دمار، شكرا لك، وسعيدين بسماع صوتك بعد انقطاع طويل، أشكرك. وأعود بعودة أخيرة إلى الأستاذة سبا حمزة. أستاذة سبا، يعني سؤال أخير فقط، التحدي الأكبر الآن الذي يقف أمام الكتاب والمثقفين برأيك ما هو؟ أعتقد أنه يعني إذا تكلمنا عن النشر فهو يقف من قبل ومن بعد، من قبل الحرب ومن بعد، دائما الكاتب والمثقف هو مهمش في اليمن. لكن الآن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي
الكثير من الكتاب الذين كانوا مغمورين لفترات طويلة استطاعوا أن يوصلوا لجمهور كبير، استطاعوا أن يوصلوا صوتهم، والجمهور دائما ذكي وقادر على فهم يعني شخصية الكاتب أو المثقف، وهو يعلم من يتبع إيديولوجيا معينة. هناك الكثير من ينجرفوا حول بعض الكتاب والمثقفين، لكن الغالبية العظمى يشجعون من يكتب عن قضاياهم، من يحرك فيهم المشاعر الوطنية، المشاعر التي تجمع بين اليمنيين جمعا من كل الأطراف، من كل الطوائف، لا يفرق بينهم في شيء، كلنا يمنيين في الأول وفي الأخير. أعتقد أنه هذا هو هذا هو أهم تحدي أمامهم. يعني شكرا لك. كيف أنك تصبح مثقف للجميع؟ نعم أستاذة سبا، انتهى الوقت ومضطر أختم معك. شكرا جزيلا لك الكاتبة الأستاذة سبا حمزة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر السكايب من هولندا. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا أن نستعرض تعليقاتكم وآراءكم حول موضوع هذه الحلقة عن معاناة الكتاب والمثقفين اليمنيين في الفيسبوك، ونقرأ بعضا من هذه التعليقات. مع صديق البرنامج الأخ نجم الدين الكحلاني يعلق بالقول: مشكلة الكتاب والمثقفين اليمنيين بدل محاولة توعية المجتمع والأخذ بيده للوحدة والتكاتف مشوا في طريق المناكفات والمماحكات الشخصية فيما بينهم. نجم الدين الكحلاني. رأي ثاني من الأخت مليحة الأسعدي: لا يختلف كثيرا عن وضع البلد، فما يحدث لا يقل انهزاما عن انهزام المثقف اليمني غير القادر على طرح رؤيته وقناعاته بحرية، فهو عرضة للانتهاكات بكل أشكالها، ولا تكاد تكون هناك أي حاضنة ضامنة له الحد الأدنى من مساحة البناء والحرية. مليحة الأسعدي. رأي أخير من الأخ ياسر عامر يعلق: عادة ما تتسبب الحرب بهجرة العقول، ليس فقط عقول الكتاب والمثقفين بل الأطباء والمهندسين وكل الكفاءات، وهذا هو الشيء الأشد إيلاما. أما من لم تساعده الظروف على الحصول على فرصة للعيش خارج بلاده فإنه في الغالب ينكفئ على نفسه، وبالطبع تغيب الحالة الإبداعية الفكرية ويحل التجهيل الممنهج مكان الإنتاجات الفكرية والثقافية. الأخ ياسر عامر. ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، شكرا لضيوفنا الذين شرفونا في هذه الحلقة، والشكر أيضا لطاقم البرنامج الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر وكافة الطاقم الفني. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.